من أزمة إلى تحالف إلى قطيعة مرة أخرى. هذه العلاقة التي جمعت السعودية بالعراق آخر انقطاع لها دام حوالي 3 عقود قبل أن تنتعش تدريجيا بفتح معبر عرعر الحدودي واللقاء الذي جرى بين رئيسي أركان البلدين قبل أيام. ما هي العوامل الداخلية والجيوسياسية والطائفية التي لطالما أثرت على هذه العلاقة ولا تزال تصقلها إلى اليوم؟ ربما لم تتأرجح أي علاقة دولية بين العداء والتحالف بقدر ما تأرجحت تلك التي تجمع السعودية بالعراق. فأولى فصول التوتر تعود إلى بدايات القرن العشرين بعد الثورة العربية الكبرى. وقعت معارك حول السلطة في نجد والحجاز انتهت بتأسيس المملكة العربية السعودية على يد آل سعود وطرد العائلة الهاشمية التي حكمت بلاد الشام بما يشمل العراق. عام 30 تم التوصل إلى الصلح السعودي الهاشمي برعاية بريطانية. عام 55 أقيم حلف بغداد الذي ضم دولتين في حقبة شهدت تعاونا بين الأنظمة الملكية العربية المقربة من الغرب مقابل الأنظمة القومية العربية المقربة من الاتحاد السوفيتي. هذا الحلف انهار مع الثورة العراقية التي اندلعت بعد 3 أعوام لتسقط الملكية وتقوم الجمهورية وتذهب العراق إلى أحضان المعسكر الاشتراكي. بعد الثورة الإيرانية عام 79 رأت السعودية والخليج عموما في العراق سدا مانعا في وجه تصدير الثورة والتمدد الشيعي، فدعمته دعما كبيرا قبل وخلال الحرب الإيرانية العراقية التي انتهت عام 88. هذه النظرة انقلبت رأسا على عقب عندما غزا صدام حسين الكويت ودعت السعودية إلى تدخل دولي يردعه، لتنقطع بعد حرب الخليج الثانية العلاقة بين البلدين تماما. استمرت القطيعة حتى بعد إزاحة صدام وإلى الألفية الثالثة، إذ اتهمت الرياض حكومة البلاد ذات الغالبية الشيعية بتهميش وإقصاء السنة، فيما ردت الثانية باتهام الرياض بتغذية الحرب الطائفية والمتطرفين السنة الذين أسسوا لاحقا تنظيم داعش، التنظيم الذي قضى مضاجع المنطقة برمتها. ببطء أخذت الجسور بين البلدين ترمم بزيارات متبادلة وفتح السفارات والحدود حتى انتعشت تماما عام 2020، أفضت اليوم إلى الاتفاق على ترتيبات أمنية من شأنها لجم النفوذ الإيراني في العراق ووقف الأعمال العسكرية المنطلقة من أذرعه هناك ضد السعودية. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلي من الرياضة بخدمة سكايب دكتور شاهر النهاري الكاتب والمحلل السياسي، ومن اسطنبول دكتور عمر عبد الستار أستاذ في العلاقات الدولية والعضو السابق في البرلمان العراقي. دكتور عمر، أريد أن أبدأ معك. لو نعود بالزمن إلى الوراء ونتذكر أنه قبل رسم الحدود كانت أجزاء من الخليج اليوم بالأخص الشريط المطل على البحر الأحمر تابع لولاية البصرة، هذا الشعور لدى العراقي بأن جزء من أراضيه أو جزء من حقه أهدر تاريخيا هل لا يزال يحفظه إلى اليوم، ومن خلاله نستشف أو نستنبط بعض هذه الخلافات التي لا تزال نراها في أكثر محطة عبر التاريخ إلى اليوم بين العراق والسعودية؟ أنا أعتقد أن الخاسرون مع المملكة العربية السعودية في ولاية السعودية الثالثة، يعني انتصار السعودية الثالثة الذي حصل، هناك خاسرون. الخاسرون لجأوا إلى العراق، يعني لنقل سواء كانوا ممثلين بالهاشميين الذين جاءوا من الحجاز إلى العراق كحكام، أو حتى عشائر، أو وبالتالي هناك نموذجين اختلفوا بين المملكة العربية السعودية من 1920 لنقل إلى اليوم وبين العراق. يعني السعودية مشت على نموذج دولة أمة في محاربة عوامل لا دولة، تمثل ذلك مثلا في إنهاء حركة إخوان من أطاع الله في 1929، وهي حركة جهادية سنية عابرة للحدود، إضافة إلى يعني نموذج الحكم والعقلية والحدود. تعرف المملكة العربية لها مع العراق 800 كيلومتر، وربما هي أطول حدود موجودة بين العراق وبين المملكة العربية السعودية وبين بلد عربي آخر، وربما يعتبر العراق هنا هو البلد العربي الوحيد المحادد للسعودية من جهة والمحادد لإيران من جهة أخرى، إضافة إلى أن العراق من ذاك اليوم إلى اليوم مر بالمرحلة الهاشمية
والمرحلة القومية بعد انقلاب على الملوك المرحلة الهاشمية، ثم صحيح. المرحلة الإيرانية، والحدود شكلت خطر محتمل تجسد عمليا بأن العراق ذهب واحتل الكويت وهدد المملكة العربية السعودية، فالحدود أصبحت خطر محتمل. في حينها قال الملك الله يرحمه عبد العزيز أن السعودية حصن والعراق بابه، لكن انقلبت المسألة، بدل ما يكون العراق خط دفاع الأول أصبح خط الهجوم، خط الهجوم الأول. طبعا إضافة إلى موضوع أن العراق منذ 79 إلى اليوم في الحقبة الإيرانية وما قبلها من 79 إلى اليوم صار صراع بين السعودية وإيران مع العراق، عندما كان العراق في المحور السوفيتي ثم أصبح صحيح. على العراق بعد 79. هي مواضيع كثيرة. نعم دكتور، أربع حروب كثيرة. نعم. فأنا أقصد أنه عدم الاستقرار في العراق مع الاستقرار داخل المملكة العربية السعودية بسبب هذه العقلية والنموذج هو الذي أدى إلى أن العلاقة تمر بمراحل متعددة، ولا أعتقد لا تزال يعني. نعم. اليوم نعم هي مراحل وأحداث كثيرة سوف نحاول أن نجزئها إلى يومنا الحالي. أذهب إلى دكتور شاهر. دكتور شاهر، هل نستطيع أن نقول بأن جوهر الخلاف في العصر الحديث كان أولا كان هناك وفاق ملكي ومن ثم تحول إلى خصام بسبب أن طرف كان ملكي عائلي وطرف آخر ذهب إلى القومي والحضن الاشتراكي؟ نعم، أمسي عليك وعلى ضيفك الكريم وعلى مشاهدي الكرام. حقيقة أن التاريخ هنا يجب أن يفصل، ويعني الموضوع يحتاج إلى وقت طويل حتى يتم توضيح الصورة. المملكة العربية السعودية والعراق قبل أن تكون مملكة عربية سعودية، قد كانت في أيامها عبارة عن الجزيرة العربية، كانت العلاقات بين الشعبين متداخلة إلى درجة عظيمة، وأيضا كانت القوافل بين الجهتين تذهب في التجارة، وأكثر الساكنين في العراق وخصوصا في جنوب العراق لهم أسر موجودة في المملكة العربية السعودية. بعد ترسيم الحدود يعني إشارة يعني إنجليزية لكل من الملك فيصل الأول والملك المملكة العربية السعودية، لم تكن وقتها المملكة العربية السعودية، كانت عبارة عن سلطنة نجد، رسمت الحدود ولله الحمد لحد الآن والحدود ليس عليها خلاف، هذه من ناحية. والعلاقات الشعبية لا زالت موجودة. ما حدث كما قال ضيفك الكريم أن اختلاف القوميين والاشتراكيين والبعثيين وتواجد عدة أحكام كانت يعني حقيقة جائرة على نفسها قبل أن تكون جائرة على الجيرة، هي ما أفسد العلاقات بين ما يعني المملكة العربية السعودية ويعني العراق. ونصل بعدها إلى صدام حسين، والتي كانت العلاقة مع المملكة العربية في المملكة العربية السعودية والخليج ككل في ذلك الوقت يعني ليست القمة ولكنها ممتازة، وكان لديهم هدف واحد هو إبعاد الفرس عن العراق، وهذا ما أشعل الحرب العراقية الإيرانية، وكانت كل دول الخليج مصطفة مع صدام حسين في تلك الحرب. أنا أقصد أن بعد ذلك نعرف القصة، كيف أن الكويت احتلت، كيف أن العراق هجم حتى على مدينة الخبشي وعلى عدة مدن سعودية بالصواريخ. نعم، فتسبب ذلك في قطيعة 30 سنة استمرت حتى وقت قريب. الآن ما الذي يحدث في العراق؟ العراق لنكن صريحين هو مختطف ب يعني بإيران. نعم، هذه نقطة سوف أعود إليها، قضية إيران، لكن نعم. أعود إلى دكتور، نعم أعود إلى دكتور عمر. المملكة. نعم سوف أعود لك دكتور شاهر. المملكة العربية. نعم سوف أعود لك إلى هذه النقطة تحديدا. دكتور عمر، يعني تحدثنا عن البعد التاريخي وتحدثنا عن البعد أيضا الحدودي والنظام إن صح التعبير، لكن ماذا حول الطائفي؟ يعني لدينا هنا دولة ذات غالبية شيعية وهي قريبة من أكبر دولة حاضنة للشيعة وهي إيران، ولدينا أيضا السعودية، الدور هنا ما الذي لعبته هذه الجزئية، بالأخص أنه يعني حتى بعد إزاحة صدام اشتعلت الحرب الطائفية وكان كل طرف يتهم الآخر بأنه يؤجج الأوضاع.
هو شوف، احنا بنتكلم عن فرق العقلية الثورية والعقلية الواقعية نعرف الجواب على سؤال حضرتك. العقلية الثورية سواء كانت عقلية قوميين يدورون هلال خصيب أو يدورون اتحاد هاشمي أو يدورون سوريا الكبرى أو يدورون وحدة عربية في وقت انتهى زمان الامبراطوريات، أو الجماعة الجامعة الإسلامية أو الهلال الإيراني اليوم وهو عوامل لا دولة امبراطورية، يعني كأننا احنا راجعين إلى ما قبل 1920. فهذا العامل الحقيقي هو من أهم العوامل اللي يسبب خلاف. يعني احنا عندنا إيران اليوم مسوية هلال إيراني من سوريا إلى اليمن ومن العراق إلى لبنان، وهو هذا ضد الدولة الوطنية وضد المنظومة الإقليمية وضد التحالف الدولي. المملكة العربية السعودية عندها ثلاث أسس. أول شيء أكو فتشي اسمه دولة وإزبالية وطنية طبيعية اللي نزلت عندنا بعد نهاية العثمانيين. هاي الفكرة مال الدولة الوطنية ما يعني محاربة في عقلية القوميين الثوريين أو الإيرانيين الدينيين، محاربة يعني أصلا محاربة هذا الموضوع. فأنا أعتقد الأساس الثاني هو أن عوامل لا دولة تحارب الدولة الإسبالية الوطنية وهي حجر أساس النظام الدولي. هاي مشكلة بين المملكة العربية السعودية وبين الموجودين في العراق في المراحل الثلاث الحقيقة. وبالتالي لا يمكن أن تلتقي مع المملكة العربية السعودية إلا بأن تؤمن بالدولة الوطنية وتدافع عنها ضد عوامل لا دولة، فتحارب عوامل لا دولة. وثالثا وهذا سبب رئيسي الحقيقة، اليوم إذا نتحدث عن العلاقة بين السعودية وإيران من خلال العراق، لأن الموضوع هو أنه إحنا كيف يمكن أن نسوي تناغم ما بين البيئة المحلية العراقية والمجتمع الدولي، والعراق مخطوف مثل ما قال الأخ الضيف الآن من الرياض، العراق مخطوف، لازم ننقله من حقبة الأيرنة الميليشيات العرب إلى حقبة الأمنة. شلون؟ لازم نسوي ربط للبيئة المحلية بالمجتمع الدولي. ولذلك الدور السعودي هنا هو جزء من الدور الدولي، هو جزء من الدور الدولي اللي يريد يحافظ على الحدود واللي يريد يخرج العراق من حقبة الأيرنة. هاي مسألة مهمة جدا. ولذلك مثلا دعم النجف، دعم أربيل أن تكون جزء من التحالف الدولي لمواجهة القاعدة أو داعش أو لمواجهة ميليشيات آخرها هم يزعمون، وهذا ذكرته الوول ستريت جورنال وغيرها، أنهم قصفوا الرياض ولذلك جاء رئيس الأركان. نعم وسوف أعود إلى هذه النقطة معك دكتور عمر. أعود إلى دكتور شاهر. دكتور شاهر، بالحديث عن إيران وهذا النفوذ الإيراني ونفوذ الجماعات الإيرانية وغيرها، هل يندم الخليج أنه دعا قوات التحالف لإسقاط صدام لأنه فتح أبواب العراق لإيران؟ أخي الكريم، التاريخ لا يعود يعني ولو دقيقة. ما فعله صدام كان يستحق وقتها أن تقف دول العربية ودول العالم ككل والسعودية بالذات لتحمي وطنها ولتحمي الكويت ولتستعيدها مرة ثانية. وكان الطموح وقتها لن يقف عند الكويت بل كان سيمتد إلى مناطق أخرى. فلا يمكن أن نندم في السعودية على أننا وقفنا موقفا صلبا في وجه من انقلب علينا بعد أن وقفنا معه طوال سنوات الحرب مع إيران. الآن أعود مرة ثانية إلى الوضع الحالي في العراق. المملكة تضحي، المملكة ترسل أعدادا كبيرة من الوزراء ومن الشركات وتحاول أن تجعل العراق ينظر إلى التنمية، إلى السلام، إلى إيجاد بيئة مختلفة عما يحدث في العراق. هل ذلك مضمون للمملكة العربية السعودية؟ أنا أقول لك غير مضمون، وأنه من المحتمل أن ينقلب كل ذلك. أنت قلتني دكتور شاهر، أنت قلتني إلى أهم مسألة، ألا هل هو مضمون أم لا؟ وأيضا يعني التاريخ أحيانا يعيد نفسه، انظر إلى حلف بغداد كيف انقلبت الأمور وقتها رأسا على عقب، ما الضمان أن الأمور لن تنقلب رأسا على عقب اليوم؟ لا يوجد ضمان سيدي الكريم. نحن أمام تجربة، المملكة العربية السعودية تحاول أن تستعيد العراق بدون أن يكون فيه محتل إيراني وبدون أن يكون فيه قائدا يعني سلطويا كما كان صدام. نحن نريد جيرة، نريد نماء، نريد خير. لا تنسى كما قلت أنا أن كثير من العشائر والقبائل والأسر
صحيح. مشتركة بين العراق وبين المملكة العربية السعودية. فالمملكة تخاطر وتفتح عرعر الممر الحدودي وتعمل كل ما تعمله من مساعدات ومن محاولة لإنعاش الشعب، إنعاش الشباب. المدينة التي يعني المدينة الرياضية التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، المقصود منها إخراج عقول الشباب من السلاح ومن الميليشيات ومن الخضوع لإيران، ولكن هل هذا ممكن أن يحدث أو لا؟ لا أحد يستطيع أن يتنبأ. أتوجه بسؤال أخير لدكتور عمر ولم يتبقى الكثير من الوقت. دكتور عمر، سؤال فلسفي بعض الشيء، البعض يقول لو وضع العراق ذو الجيش القوي عندما كان قويا يده بيد الخليج الغني ولم يكن هناك خصومات بينهم لغير وجه المنطقة، هل توافق هذا الرأي أم لا؟ بالتأكيد العراق هذا هو الموضوع، العراق جزء من الخليج، العراق شمال الخليج، الخليج هو غرب الخليج وإيران شرق الخليج، هاي منطقة بها ثلثين غاز ونفط العالم وبها حروب أربعة وتحالفات دولية، والسبب أن العقلية الموجودة في العراق هي منشقة عن النظام الدولي وماخذ العراق وياها، ولو كان العراق مع الخليج مثل ما تريد المملكة العربية أو مثل ما يريد الاستقرار، هسه لو تعرف المملكة شنو هي يقول الاستقرار، العراق شنو هو؟ عدم الاستقرار. فلو كان العراق ينتقل من لا استقرار إلى الاستقرار، والله هذا هو عز المنطقة، المنطقة دخلت في الفوضى لأن صورة العراق انفتحت بهذا، وإذا شدت صورة العراق بهذا النموذج فأنا أعتقد المنطقة ممكن تخرج من حروب لا نهاية لها. نعم، دكتور عمر عبد الستار أستاذ العلاقات الدولية والعضو السابق في البرلمان العراقي، كنت معنا من اسطنبول، ومن الرياض كان معنا دكتور شاهر النهاري الباحث والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لكما.